المثير للانتباه هو أن كل أعضاء المجموعات كانت عندهم علاقة خاصة مع الفنان المرحوم محمد الحياني من خلال محمد درهم ومولاي طاهر الأصبهاني وعبد الكريم القصبيجي من جيل جلالة، وكذلك من خلال عمر السيد وباكو والعربي باطمة من الغيوان، وكذلك أيضا من المشاهب محمد السوسي والشريف المراني وحمادي والشادلي والبختي. فواشهد المكانة الخاصة اللي كانوا كيكنوها المرحوم محمد الحياني ما ردوها، كون هذا الفنان عانى بزاف من الحيف من الناس اللي كانوا كيتحكموا في دواليب الأغنية في هذيك الفترة، أو لأن عقلية هذا الفنان كانت قريبة من عقلية أعضاء المجموعة. بالفعل المرحوم محمد الحياني حاربوا بزاف كما تمت محاربة المجموعات، ولكن هذا الشيء ماشي هو السبب. كاينين شي حوايج وجدانية، تقارب في العقليات والميولات. فالمرحوم عبد الرحمن باكو كان فيما كيدوي على الأغنية المغربية إلا وكيجبد اسم المرحوم الحياني وكيعبر على الإعجاب به. فرغم أن المرحوم باكو تلاقى مع فنانة عمالقة عالميين أمثال جيمي هادريكس، لكن ما تعجبش به كما تعجب بالحياني، لدرجة أنه واحد المرة صرح بالقول: ما كرهتش كون تعطى الحياني التناويت، غادي يكون أكثر من رائع في هذا اللون لأنه مجذوب. أما المرحوم العربي باطمة وعمر السيد فكانت علاقتهم بالحياني علاقة صداقة قوية، ديما كيتلقاو كيسهروا مع بعضياتهم. وكيحكي عبد الرحمن باكو عاود واحد الأمر اللي كانوا حاضرين ليه، هو أنه في إحدى الحفلات الكبيرة اللي تنظمت بأحد الملاعب احتفاء بمناسبة من المناسبات، وقع واحد الأمر اللي ما توقعوش المنظمون، بحيث جاءوا عدد كبير من الفنانين الكبار للمشاركة، وكانت الغيوان حتى هي حاضرة، لكن الحضور الجماهيري كان بالآلاف، جمهور قوي ومشاغب وحتى واحد ما قدر عليه، بحيث أنه فيما كيطلع واحد من الفنانة كيبدأوا يصفروا ويغوتوا باش ينزلوه، وفعلا كيضطر الفنان أنه ينزل بحاله. فتكرر هذا المشهد بزاف حتى وصل دور المرحوم الحياني، فكيقول المرحوم باكو بأنه لاحظ باللي بان على وجه الحياني الارتباك والتردد، فقربوا منه الغيوان وبدأوا كيشجعوه، وهو يقول لهم باش يبرر الموقف ديالو: شفتوا أشطر الفلان وفلان مع هذا الجمهور وهما فنانين من العيار تقيل، فشكون غنكون أنا قدامهم حتى يرحمني هذا الجمهور. وفي هذيك الفترة كان الحياني كيعيش حرب فنية ضده، سابوطاج وعراقيل من هنا وهنا، بالإضافة إلى ظروف واحدة أخرى خاصة به. فبقى الحياني غادي جاي في الكواليس كيتسنى نوبته على أعصابه. فقرروا الناس الغيوان كما كيحكي باكو بأنهم يساندوه بدون العلم ديالو، بحيث غيطلعوا معاه الخشبة باش يدعموه، بما أن الجمهور من اللي بدأ وهو كيهتف باسم الغيوان، وهما كانوا عارفين أن المرحوم الحياني رهيف الإحساس وما كيرضاش يتعامل مع الجمهور بهالطريقة. لكن الغريب أن الحياني من اللي سمع هذا الاقتراح رفض بشدة وتلفت العربي وقال ليه: نجرب واش الجمهور بغاني ولا غيعاملني كما عامل الآخرين. نطق منشط الحفل ومقدم السهرة باسم الحياني، والغريب أن الجمهور رحب به بواحد طريقة عفوية بهذا الفنان الكبير المسالم، مرفوقة بالتصفيق العالي والتصفير لا متناهي. من اللي تلفتوا الغيوان محمد الحياني لقاو الدموع في عينيه، كيقول عبد الرحمن باكو، وبحال أن الجمهور هذيك الليلة صيفت الحياني رسالة مفادها: أننا كنقدروك أيها الرائع وإحنا ديما معاك، فما تسوقش لهذوك اللي كيحاربوك لأنك فنان كبير ومحبوب عند الجماهير. ومولاي طاهر الأصبهاني في كتابه لما غنى المغرب دار فصل كامل خاص بالحياني، دوا فيه على العلاقة الجميلة اللي كانت كتربط أعضاء جيل جلالة بالفنان الحياني، واللي ما كانتش فقط علاقة زمالة بل هي أبعد من هاد الشيء. فكيقول مولاي طاهر أن الحياني كان قريب منهم ومن الغيوان وكيعتبروه فرد منهم، كيحكيوا ليه على مشاكلهم ومشاريعهم، وحتى هو نفس الشيء كيتلاقاو بشكل مستمر وكيتجمعوا في سفريات العمل، وكان كيفضل يبقى معاهم. وملي كيطلع ليه الدمنيت
كيقصد منزل مولاي طاهر اللي كيقول بأنه دار ليه الدوبل عالساروت باش يجي وقت ما بغى، لأنه كتير فاش كان كيبغي يبقى بوحدو. نفس الشي قالوا عبد الكريم القصبيجي اللي أكد سيرته الذاتية أن الحياني كان من أقرب الفنانين للمجموعات، وأنه كان من بين القلائل اللي مزعجهمش بروز الأغنية المجموعاتية، بل كان الرجل كيعشقها وكيشجعها. كلام عبد الكريم غيأكدوا الفنان المرحوم سوزدي، ففي إحدى الحوارات قال بأن أول جولة فنية المشاهب خارج أرض الوطن بتشكيلتها الشهيرة كان من وراها محمد الحياني. فكيقول سوزدي كنا شاركنا في سهرة تقامت بمسرح البلدي بالدار البيضاء، هاد السهرة خلت صداها في كل أنحاء المغرب بعد السهرة اللي قدمناها بسينما السعادة، وكنا يلا التحقنا أنا وشادلي بمحمد باطمة والشريف وسعيدة بعد مغادرة البهيري محمد وأحمد للمجموعة. وكان ذكر أن البختي بكى هذاك النهار بالفرحة، وكان أول المهنئين عميد الأغنية الغيوانية المرحوم بوجميع. ومن بعد أيام غيجي الحي محمدي، وبدون سابق إشعار الفنان الكبير محمد الحياني شخصيا. أنا كنت بالمعجب الكبار بهذا الفنان، وغادي نكتشف ما بعد أن جميع أعضاء المشاهب كانوا كيبغيوه وكيقدروه. وفعلا جا الحياني الحي محمدي كيسول على المشاهب، الحي كله ساق الخبار، وخصوصا أن الحياني كان نجم في أوج العطاء دياله، وكانت عنده مكانة كبيرة في قلوب المغاربة من الصغير حتى الكبير. أنا شخصيا ما صدقتش كيحكي سوزدي، وهذا شيء إن دل على شيء فهو كيدل على تواضع الرجل وعقليته الجميلة. جا باش يقول لينا أنه اختارنا باش نرافقوه مع فنانة آخرين للديار الفرنسية. فرحنا بزاف بالعرض القادم من فنان كبير، وبدون تردد وافقنا. كان المشكل الوحيد اللي عندنا هو أن محمد باطمة ما عندوش ديك ساعة الباسبور، فقلناها للحياني، والمعروف أن إجراءات جواز سفر في ديك الوقيتة كانت صعيبة، لكن الحياني تكلف بالأمر وصيب الباسبور لمحمد باطمة في أيام قليلة. وفعلا كانت هاد الجولة بمثابة فأل الخير على المجموعة، بحيث عرفت الحفلات نجاح منقطع النظير، لدرجة أن المتعهد اللي وقعنا معاه عقدة 8 حفلات لح علينا باش نمضيو معاه في جولة واحدة أخرى، لكن رفضنا. أولا من جهة لأن الثمن اللي كان كيعطي لنا جد ضعيف، ما كيتجاوز 600 درهم للحفل الواحد، ومن جهة تانية فكان هدفنا هو التعريف بالمجموعة خارج أرض الوطن. والمرحوم شريف المراني من جهته حكى قصة مؤثرة على الحياني اللي كتبين العلاقة بين المجموعة وهذا الفنان. ففي واحد المرة كان من المفروض يشارك الحياني في حفل بمدينة وجدة، وهو نفس الحفل اللي غتشارك فيه المشاهب. وفي نهار الحفل غادي يتفاجئوا جميعا بأن الجوق العازف رفض يجي في آخر لحظة، وهو جوق معروف ومحترف وماشي من طباعه يدير بحال هكا ويخلي فنان كبير بحال الحياني بوحدو. فالحياني كان كيواجه حرب معينة ضده، لكن ما كانوش كيتصوروا أنهم غيوصلوا معاه لهاد الدرجة ويمنعوا عليه الجوق. الحياني يطلع ليه الدم وما عرف ما يدير، والجمهور بدات كتوصلوا إشاعات، فما لقاش شريف المراني الحل إلا أنه يقترح تدخل المشاهب مع الحياني يعزوا معاه، وأعضاء المشاهب غيأديوا الكورال. وفعلا هاد الشي اللي كان، والعجيب أن الجمهور تفهم الأمر من اللي عرف أن أيادي خفية منعت الجوق من الحضور لوجدة، وبدا حتى هو الجمهور كيردد الكورال وكينقر الإيقاع. وكانت حفلة فريدة ومتميزة زادت من شعبية المرحوم محمد الحياني.